لا اقول لك عم بيصير فيي هيك سنة. ليه مكتوب علي اني ضل انسلخ عن ولادي وولاد ولادي وعيش كل لحظة من حياتي مرعوبة عليهم؟ بتعرفي بس اسمعك عم تحكي هيك، بس اسمعك عم تحكي عن كل هالمصايب بحس انه الله رحمني مش بعت لي ولاد. عن جد كأنه الله ما بده اياني احس بكل هالرعب، هذا الرعب اللي في كتير نسوان عم بيعيشوه. حس انه كل يوم في شي عم بيشدني اكتر لتحت الارض، كل يوم عم بنزل اكتر تحت التراب، ما بقى في شي مني مبين فوق، صرت تلات ارباعي تحت مدفونة بالعتمة بالخوف.